مساء الخير. طقس صيفي حار وعالي رطوبة عم بيسيطر على أجواءنا بيستمر للأيام القادمة، والرطوبة العالية هي اللي عم بتزيد الشعور بالحر. إذن جو قليل الغيوم صافي لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 30 درجة، طرابلس 32، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 31 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 35، اللقلوق 25، الزحل 33، وجزين 28 درجة. نسبة رطوبة ساحلاً توصل لل 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذن شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة والسبت جو قليل الغيوم صافي ودرجات الحرارة بترتفع على الجبال وبالداخل، أما ساحلاً فبتسجل 31 درجة. للأحد والتنين جونا بتابع صافي قليل الغيوم ودرجات الحرارة أيضاً تستقر على 31 درجة على السواحل. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.